السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهاي المحاضرة القصيرة راح نتعلم كيف ندخل بيانات مناخية من محطة الأرصاد الجوية الزراعية، طبعا في تكرين إلى برنامج الكوبا، حتى على ضوءها نحسب معدل التدخل المدى الحقيقي للمحصول. قايسينه ماخذين القرارات من 2013 إلى 2019، ماخذين المعدلات مالتها. راح نكتب اسم المحطة ستيشن تمريد، وراح ناخذ معدلات الشريان نحولها طبعا على ملف اكسل مثل ما قلنا بالمحاضرات. تروح على القيم الهيتينات الأفريج، هذا طبعا الأفريج مال كل الأشهر لهاي السنين 2013 إلى 2019، أخذ المعدل. طبعا دائما المعدلات يعني بصراحة ما تنطينا مؤشر دقيق، لو كانت عندنا بيانات يومية تكون أفضل بكثير، لكن هو هذا الموضوع يعني ما عندنا غيره، فراح نستخدم. طبعا نروح هنا نسوي رسم بيانات الجلس، وراها ايضا اروح ادخل بيانات الامطار، طبعا ايضا حاطه تكريت، اخذ داتا من الامطار، وهنا طبعا اجي على الامطار معدل شهر الامطار، وايضا كوبي، واروح على البرنامج شوف هنا. طبعا بعد ما اخذ بيانات الرين راس البرنامج حسب لي الافكتيف رين، طبعا هنا الكرو راح نكتب، هنا الكرو بالنسبه للمحصول انا راح استورده استيراد من البيانات الموجوده في قاعده بيانات البرنامج، راح ناخذ المحصول وعلى المحاصيل الموجودة في قاعدة بيانات البرنامج من منظمة الأرضية والزراعة الفاضل، نبحث عن محصول الطماطم. أنا طبعا أفترض تاريخ الزراعة أنه 1/3/2023، هنا طبعا حسن البرنامج حدد الهارفست ديت، وهنا قيم الكي والفترة 145 يوم وقيمة الإشكال بها. طبعا هنا نجي وراء السوفيل، فأيضا هنا طبعا أنا ما عندي مؤشرات، لكن بموضوع الافتراضي أنا راح أروح على قاعدة بيانات البرنامج الفاو التربة مزيجية ميديوم، وهذا تأخذنا طبعا المحاضرات تمام. هنا طبعا أروح على كروب ووتر ريكوايرمنت، شوف البرنامج راح يسوي لي سليها حسب الأشهر، بس طبعا كل شهر نقسم إلى 10 أيام، كل 10 أيام هي ديكيد، ومن كل مرحلة من مراحل النمو المحصول ينشر development والميد سيزون، والليد سيزون يحسب لقيم الكي سي الكوفيشنت أو الكرو والإي تي سي الإيفابو ترانسبيريشن المحصول لكل يوم ولكل 10 أيام، وهنا طبعا الإفكتيف رين ياخذ النظر الاعتبار، وبالتالي يحصل الريجيشن ريكويرمنت او الووتر الكروب ووتر ريكويرمنت، هذا يعطيني بالاخير المجموع الكلي، يعني انا مش قد احتاج ديت عمق من 196.8 مليمتر، احتاج في خلال فترة نمو المحصول كله، كمية المياه طبعا محسوبة على اساس هكتار واحد، مثل ما قلنا المحاضرات السابقة انه برنامج الكروب تعتمد المساحة القياسية اللي هي 1 هكتار ويعادل 4 دون. تمام، هنا نجي على عملية السكادولينج، هذا طبعا ايضا شرحناه، فنشوف هذا يطلع لي عدد المرات الري، مثل ما نشوف في
ابتداء من 1/10 30 على تواريخ الرياض، وهذا اليوم في أول بعد 10 أيام من تاريخ الزراعة. شوف هذا الجدول، شوف هذا آخر غير 23 جولاي. ماذا يحسب لك كل التفاصيل الكيسي اللي هي طبعا هنا الستريس فراكشن أو ستريس كوفيشن مع الإجهاد المائي، وهنا يحسب لي مقدار الديبليشن والنت ريجيشن ريكوايرمنت، وهنا طبعا النقص أو الديفيسيت ما عندي لوسز، يحسب على أساس إنه كفاءة النظام هي 70% ما غير ثاني، والجروس ريكوايرمنت. وطبعا هنا أنا أقدر أروح خلي كفاءة نظام الري مثلا أحولها إلى، خلينا نجي قبل ما نحول نشوف ايش قد أنا عندي احتياج 169، خلي أروح أغيرها شوف ايش راح يصير عندي. فرضا من نظام الري تنقيه 900 قلنا أوكي، أرجع هنا شوف. إذا إحنا طبعا حتى الوضع حقيقي إنه النبات يحتاج هاي الكمية من الماء، ما العلاقة أنت شلون راح توصله بيا طريقة الباقي هاي راح، يعني هذا المقدار المحتوى الرطوبي اللي يحتاجه النبات. شوف هذا طبعا أحيانا أكو سوء فهم هذا الموضوع، إنه يقول لك أنا إذا استخدمت تقنية أخرى راح النبات يحتاج أقل، لا هو مو هنا الموضوع، الموضوع هنا وين؟ هنا الموضوع بمقدار الضياعات اللي تصير عندك بنظام الري، أما كمية الاحتياج محسوبة على أساس كل مرحلة محسوبة على أساس الكيسي، يعني هو يمثل قيمة التبخر المتح الحقيقي إلى قيمة التبخر المتح المرجعي الموجود في قاعدة بيانات البرنامج واللي أصلاً إحنا دخلتها. يعني هذا طبعاً الـ ETC الحقيقي محسوب على أساس الـ ETC أخذناه من محطة الأصوات الجوية في تكريم. فهنا أيضا نقدر نشوف هذا الشارت، تشوفون هذا أيضا يمثل لي مقدار الاحتياج المائي الـ ETC الكرو، وهنا طبعا خلال فترة النمو، خلال فترة نمو المحصول أو فترة حياة محصول أو ما يعرف الجرون بيري. ثم نشوف هنا طبعا على عملية السكيدولين، فهنا طبعا هاي ينطيني تفاصيل ثم نشوف طين الجروس والنات كامل هاي كل المعلومات. فهنا طبعا الافيشنسي للرين والافيشنسي للاريجيشن، ثم نشوف هنا اليلد ريدكشن يعني واحد نقصان يعني نسبة 1/10%، معقول ما عندي بيه مشكلة. هاي يعطيني كل النسب طبعا مثل ما نشوف هذا الجروس توتال اوبليجيشن ريكوايرمنت، يعني هذا الجروس وانا احتاج هذا النت اوبليجيشن من النظام، النظام يجب ان يوفر لي هاي الكمية اللي انا راح استخدم، بالتالي انا اوصل هاي والاكشوال ووتر راح يستخدم وهاي الكمية. هاي كلها طبعا تنحسب بشكل معادلات رياضية، أصلا البرنامج حاسبها ضمن قاعدة خوارزميات اللي قام عليها البرنامج. هنا نجي على الكروب باترن، هنا طبعا هنا راح نسجل طماطة ما أيضا نروح اختار طبعا نفس الطريقة مقاعدة بيانة البرنامج، وأيضا أعدل التاريخ أعدله، وهنا طبعا أنا راح أفترض أنه المساحة اللي عندي 100% راح أزرعها فقط طبعا، يعني هنا طبعا الهكتار، وإحنا طبعا الكروب
باترين لازم انا اسوي له سيفنج، وطبعا هنا طبعا يعني تكتب الملف تحفظه، اكتب تومتو وان تشي سمي سمي تو. هاي الان نحفظ ناخذ اسم الملف الواحد عمي سكادولينج هاي مثل ما شفنا، وهنا طبعا نروح نشوف هذا الريجيشن سكادول جراف، وهذا طبعا مثل ما نشوف هذا الفيلد كاباسيتي. احنا دائما من نجري عملية ري ان نوصل المحتوى الرطوبي للارض الى مستوى السعة الحقلية، بحيث انه اي شيء عندنا طبعا للاعلى يكون سالب، فاي شيء زيادة للسالب يعني هاي خسارة، والاسفل هو البوزيتيف، وهذا طبعا السويل ووتر بريتريشن وحدات المليمتر، وهذا باللون الجوزي هو الريدي افيلبل مويستشر او مقدار المحتوى الرطوبي الميسر اللي يقدر النبات ياخذه خلال كل فتره من فترات الري. هاي باللون الاحمر يعني يمثل لي فترات معامل الاستنفاد او نسبه الاستنفاد من المحتوى الرطوبي او الدبليشن فاكتور او كميه المحتوى الرطوبي اللي يمتص النبات عن طريق الجذر. ونشوف في نهاية كل يعني كل ما يزداد فترة عن تاريخ الرية نشوف، ومع نمو النبات طبعا مع زيادة النمو يزيد كمية الاستنفاد إلى أن وصل إلى الحالة هنا الحد المسيطر عليه أو الكنترولد ليميت او الاوبل مانجمنت ديبليشن، هذا اللي تم عليه اداره الري. طبعا هذا هو الاوبل ليميت او المانجمنت الاوبل ديبليشن فاكتور. يعني هنا بنسوي عمليه تخطيط للري يجب ان تكون العمليه علميه دقيقه، فاحنا هذا الحد اللي على ضوء نحدد انه شو كثر راح نجري عملية ري، بحيث انه نوصل الى هذا الحد. طبعا الطماطة مثل ما نشوف الاوبر ايش قد اخذنا السويل اللي هو 55% فاكتور، ممكن ايضا يكون اقل طبعا هذا الحد لنا. فنرجع هنا طبعا فنشوف هذه باللون الاحمر هي مقدار الاستنفاد واجراء عملية الري، يعني هنا انتهى وصلنا الى الحد فانطينا مي يعني جرينا عملية ري، فهذه الري الاولى والثانية والثالثة الى هذه الاخيرة عدد الريات خلال عمر المحصول مثل ما شفنا. هذا طبعا التوتال افيلبل سويل مويستشر اللي هو ناخذ جزء من عنده بنسبة معامل الاستنفاض 55% فيمثل هذا الليميت الماء الميسر، وهذا الماء الكلي او المحتوى الرطوبي الكلي داخل التوي. هذا هو ما نشوف، وهذه هي عدد الايام ابتداء من تاريخ الزراعه. هذا ينطيني مؤشر على معامل الاستنفار شلون بيصير عندي. هنا طبعا الكروب باترن مثل ما شفنا دخلنا، طبعا هنا تقدر تدخل اكثر من 20 محصول، بس لاحظ ملاحظه مهمه جدا انه دائما نقيس على اساس واحد هكتار، يعني إذا كان عندك 5 محاصيل مثلا كل محصول ياخذ 20%، بحيث إنه يطلع عندك التوتر للنسبة المئوية للأريا هو 100%، ما يصير يتجاوز أكثر. أنا طبعا من السكيم أو نمط هنا طبعا أيضا يطلع عندك هنا سكيدول ما نشوف، هذا ينطيني المساحة يعني تاريخ ايش قد عندي مثلا عجز في الامطار بها محصول، يعطيني النت سكيم اجريجيشن حسب الاشهر في وحدات من المتر بير داي، بعدين يحولها باللتر بالسكند على اساس الهكتار، ويعطيني النسبة المئوية للمساحة. طبعا
طبعا انا عندي محصول واحد هو كل مساحة طماطم تشوف هنا هاي الأشهر اللي كانت مزروعة 100% كلها 100% 100% هنا ما عندي زراعة 0%. لو كان عندي محصول راح تطلع نسبة مثلا ما تطلع 100%، لو كان أكثر محصول مثلا تطلع 50% للطماطم، مثلا 50% محصول مثلا شوف لو كنت يعني ماخذ محصول هذا بس أنا ماخذه. هنا طبعا الـ irrigation requirement for actual area اللي 1 هكتار يقدر يعطيك مقدار الكلوريت اللي على أساسه أنت تحدد حجم النظام أو الأخ يعطيك كذا لتر بالثانية على أساس الهكتار. إذا عندك مساحات أكثر طبعا تضرب في المساحات وتطلع الكلوريت اللي تحتاجه وتحوله إلى وحدات أكبر، مثلا متر مقعد بالساعة أو لتر للدقيقة حتى تحدد على ضوء حجم نظام الأرض. طبعا أنا اللي اتهمها وأنا عندي هذا الموضوع اللي جاي يعني أشتغل عليه نظام ري إنه أحتاج الكروب ووتر ريكويرمنت الـ ETC. هذه القيم أنا راح أخذها أسويها كوبي وأبلغ سخليها مع هيدا، أروح على هنا طبعا أخذ الكوبي وأسوي لها عملية توسيط. هذه هي أنا أحتاج هذه القيم، راح أخذ معدل ETC اليومي الأفريج مش قد عندي طلع عندي هذا الأفريج الشهري في محصول هذا. طبعا أنا أحتاجه في عملية حسابات في مشروعي، طبعا يعني أنا أثناء شغلي حبيت أن أوضح ممكن الناس تستفاد قسم منها. شكرا جزيلا لكم المتابعة، أرجو الاشتراك في قناتي حتى يصلكم المزيد. في أمان الله.